اليوم سأجيب كل السؤال في الانستغرام. هيا. السؤال الأول: اسمي محمد شائك مبيل حيرو عنوان، عمري 21 سنة، جنسيتي جنسيتي ماليزيا، أسكن في باتو بحر جوهو. عدد إخواتي اثنين. هذا أبي واسمه خير عنوان بن عبد الجليل. هذه أمي واسمها زهرة بنت أبي نوح. كان أبي يعمل بستاني وأمي تعمل ربة المنزل. طعامي المفضل هو توم يام، ومشروبي المفضل هو قهوة. هوايتي هي ممارسة ألعاب فيديو. أمنيتي في المستقبل هي مسرور الشمس. درست في مرحلة ثانوية دينية أبو جيسيا تامبو. المادة دراسة مفضلتي لي في مرحلة ثانوية نحو وصرف هي لأن أنا موضوع استطاع أن يأتيني كلمات عربية كثيرة. أعرف مركز دراية إسلامية والعربية مرسى من معهد جوهر لأن كانت أدرس هناك. أحب دراسة في مرسى لأن عديد من أصدقائي يذهبون إلى مرسى. في رأي أصحاب المادة هي فقه المقارن لأن في اختلاف أقوال حكم حكام بين علماء. ما شاء الله. اخترت برنامج الذي أدرس فيه الآن لأن مهتم بمعرفتي الدينية وأريد معرفتي مزيدة عن قانون حكم وفقه إسلامي. نعم، أتمنى تواصل دراستي في جامعة علوم إسلامية ماليزيا وفي كلية شرع إسلامية لأن أريد معرفتي مزيدة عن معرفتي شرعي. أهل ذكري التي انساها طويل دراستي في مرسى هي أولا كان حديثة دراجة ناريه مع صديقي في طريقي إلى منزل من مرسى. وذكرى الثانية تعيش في مرسى مع صديقي لمدة 3 سنوات. مع السلامة واللقاء.